بس يا دكتوره، في رساله للاستاذ عبد الله عفيفي من زيتون، بيقول يا استاذ ابراهيم مش وقته خالص ان حضرتك بتتكلم فيها. بتتكلم فيه ده المفروض تتناول مواضيع الساعه والتي يتحدث عنها الاعلام والناس وكل فئات الشعب. مع احترامي الجزيل لك، مع اني ارفض تماما ان تكون البلد على شفا حفرات ولا نتركها تتحدث عن الماسونيه، ارجو ان تتفهم موقفي. نحن الان نواجه كلنا شبح الموت بسبب التخريب وبسبب الحسابات التي تجرى على حساب الشعب البريء من تصفيه الحسابات بين النظام الحالي والنظام القديم. فلا يصح ترك كل هذه الكوارث التي تتعرض لها البلاد والتفكير والتحدث عن الماسونيه، هذا شيء لا يصدقه عقل. وده خبر لسه جديد حالا يا استاذ ابراهيم، المفروض حضرتك تتكلم عنه ولا عن الماسونيه؟ مصر عشان تحت عداد القطار بالبيس والاهالي يعطونا حركه القطارات. استاذ عبد الله، عايز اقول لك يعني طيب دعنا كده نتفق على حاجه يا عم عبد الله بس بالراحه كده. طب لو كل الاعلام بيتكلم على الاحداث دي كنا النهارده، الا يقدر ان احنا نتكلم عن حاجه هي لها علاقه باللي بيحصل ده؟ لو انت قعدت كده مع نفسك شويه وقعدنا نفكر ونربط الاحداث، هتلاقي اللي بيحصل هنا، اللي بيحصل في سوريا، اللي حصل في ليبيا، اللي بيحصل في الكلام ده ليه علاقة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. لان احنا في محور الاحداث، وما عادش دلوقتي ما عادش في بلد بعيد عن البلاد التانية، كلها حدوتة واحدة كلها، واخد بالك يا استاذ عبد الله؟ فانا مش يعني مش انا واخد بالي قوي، انما النهارده هتيجي تتكلم. انا في اول الحلقة اتكلمت عن هنتكلم نقول ايه في القطارات. انت كل حاجة عندك بايظة، كل حاجة عندك بايظة ومحتاجة شغل ومحتاجة كذا ومحتاجة كذا وكذا. وفي الإعلام أعتقد إن في عدد كبير كله بيتكلم على الأحداث ده النهاردة. عندما نعطي يوم في الأسبوع، حلقة في الأسبوع عشان نحكي حاجة ونتكلم على حاجات عشان هي لها علاقة بكل ما يحدث سنة اللي جاي، هنعرف منه يا أستاذ عبد الله إن اللي بيحصل ده له علاقة، اللي بيحصل عندنا ده له علاقة باللي بنتكلم فيه. بس هي المسألة منها كبيرة شوية، لأن أنت فاهم إن إحنا بعيد عن المسألة. انت فاهم ان اللي بيحصل الحاجات كتيره اللي بتحصل هنا صدفه يعني مثلا ولا ايه؟ مش فاهم انا. فيعني ايه، ننتظر قليلا يا عبد الله ما تقلقش، وبعدين الاحداث اللي هنا قطر داس على الست دي اعمل ايه مثلا؟ كنا متخيل هعمل في الحلقه ايه؟ هنعمل ايه؟ خدت بالك؟ غير ان احنا ما اتكلمنا في اول الحلقه بنتكلم على فوضى وعلى اهمال وعلى 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 واحنا بنجني هذا الثمار، انما في جزء من المساله ليه علاقه بالكلام ده. يا عم عبد الله عندك اضافه انت؟ هو انا عندي اضافه برضو، ان انا كان في نهايه الحلقه عايزه جزء هشرح فيه هم ليه عايزين الهرم الاكبر والسيطره على الهرم الاكبر. ومن احد الحاجات اللي بتحصل في الفوضى الداخليه وسياسات الافقار وسياسات الالهاء، انك انت تفضل ملهي في المشاكل الداخليه، ما تفوقش لايه اللي بيحصل عليك، ما تفوقش لكذا. هيدخل لك عصابات، هيدخل لك جماعات مثلا في صور متطرفه معينه، هتعمل حاجات في وسط الفوضى اللي احنا فيها داخليا، بالتالي هتقوم داخله لك قوات دوليه على منطقه الاهرامات. هم ليه عايزين منطقه الاهرامات دي؟ حاجه برضه مهمه طيب. اللي حلو. هي ان احنا سياسات الالهاء الداخليه، ما هو عشان تجهيلك، عشان انت بتقع من جوه. هنروح لها، مدام هنروح لها في الاخر هنقولها، بس ان انا عايز اقول للاستاذ عبد الله ان اللي احنا فيه مرتبط باللي احنا بنتكلم فيه يعني. هو اصلا اللي احنا فيه هو يعني متابعه ده البرهان، ده البرهان على الكلام اللي احنا بنتكلمه يعني. متابعه المخطط المتكامل مش جايه عشوائي يعني. نقطه بس استسمح ان هم في فيديو اللي هو جريت بيراميد سترامب اتشينج، جريت بيراميد سترامب اتشينج، ده فيديو هنشوف في الفيديو دوت. احنا كنا بنتكلم على تطابق الاهرامات مع مجموعه اوريون. الفيديو دوت فيه من احد الحاجات اللي هي اثبتها كذا حد، ان كان في كل جزء من الهرم، سواء في غرفه الملكه، في غرفه الملك، كان في بعض نقوش هم افتكروا، ما كانش حد مفسرها لان هي مش نقوش فرعونيه، هي كانت هم فاكرينها اللي هو اتشنج او 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 تخريمات او كده. اتضح ان دي عباره ان هم بيوثقوا كل حاجه بساعه اوريون النجميه. في كل هنشوف دلوقتي التفسير بتاعها، اللي هو في سقف كل حجره في يعني حاجه من دول ولا هو منديها 1.5 بعد اذن حضرتك. في سقف كل حجره اهي، هم كانوا مش فاهمين ايه التخريم اللي معمول، العلامه دي هيجيبوه واضح دلوقتي، هيجيبوه واضح. بعدين اتضح ان هم مستخدمين انعكاس مجموعه اوريون، بحيث ان هم بيحسبوا باليوم وبالساعه متى تم الانتهاء من هذه الغرفه، متى تم انتهاء من كذا. اتضح ان غرفه الملكه من 9200 عام بالظبط
وحاسبينها كمان باليوم والتاريخ بالظبط متى تم الانتهاء من حجرة الملكة. هو هيتوضح يعني، بس انا بس يهمني ان انا حتى لو نشوف لقطة بس عشان اوضح لهم معناها ايه ساعة اوريون نجمية. الهرم تطابقه مع اوريون، استخدموا اوريون كساعة نجمية دقيقة جدا جدا جدا، بتحسب باليوم وبالسنة متى الانتهاء، متى تم الانتهاء من هذه الغرفة، متى تم الانتهاء من هذه الكذا. اتضح ان هنا في بداية الفيديو بيتكلم يعني على غرفة الملكة ان هي تعود بالظبط، ان تم وكاتبين ان هم تم، فكاتبين الساعة ديت، حاطين الساعة ديت بتثبت ان هو في يوم معين من 9200 سنة قبل التاريخ. وده من احد الحاجات الموثقة ان الهرم يعود ل 10000 عام قبل التاريخ. ده غير بقى ايه النشاط الاشعاعي اللي لقوه داخل الهرم، وده بيبقى محدد بالظبط لعمر الهرم، والنشاط اللي لقوه برضو بعض المواد المشعة اللي رصدت في بعض مومياوات مقابر عمال الاهرامات، ان الهرم ده يعود ل 10000 عام قبل الميلاد وليس كما هو ثابت 3200 عام. فالنقطة يعني ايه، هو ممكن نكتفي يعني، هو طبعا ايه في كل غرفة في الاتشنج ده، ولو ان دي ساعة اوريون ودي ساعة دقيقة جدا بتحدد، كان كل اوضة بيسجلوا بالحالة ديت دي خلصت امتى يعني. دي خلصت امتى وبيكتب تم. طيب فدي من احد الحاجات اللي هي الموثقة لعمر الهرم. نيجي دلوقتي في عرض سريع لحاجة يعني هشرحها بسرعة، ان المعابد المصرية، المعابد المصرية لم تكن يعني لم يكونوا يقوموا بتشييدها بطريقة عشوائية، ولا مجرد بتصميمات هندسية عادية، ولا بتصميمات يعني دينية عادية، بل كانت بتماثل الدائرة الداخلية للإنسان، وبتماثل تصميم عام مستقبل وموزع للطاقة. ممكن نشوف صورة معبد حورس بإدفو، اللي هي في صورة متطابقة مع كمان دوائر كمبيوتر. اتضح وده موضوع اشتغل عليه كذا باحث، ان المعابد المصرية اتخذت من تصميمها، واللي يعني ممكن نخلي الصورة دي شوية، اتخذت من تصميم المعابد المصرية القديمة نفس تصميم السي بي يو بتاع الكمبيوتر ونفس تصميم الشبيت. ودي حاجة عجيبة جدا يعني، في كذا اكثر من باحث لاحظها، بس كان بقى اللي كتب ووثقها وجاب الدوائر بقى واثبتها كان باحث كبير قوي، وهو باحث في علم الالكترونيات بالاساس، بس طبعا لما قرأ بحوث كثيرة عن تطابق المعابد مع دوائر الكمبيوتر وان هي جالبة وبعيسة للطاقة، فلاحظ ان هي مطابقة تماما. اسمه دانيال بيرس، ده من احد الكتاب الكبار اللي وثقوا، ان وثق بقى نماذج كتير، بس من ضمنها مثلا ايه معبد حورس بإدفو. ان معبد حورس هنشوف الصور، يعني الصوره اللي على اليمين دي هي معبد حورس في إدفو، مقارنه بقى بالتصميم الاساسي بتاع السي بي يو بتاع الكمبيوتر. واتضح ان نفس مثلا اماكن التخزين الدائمه هي اماكن الروم اللي هي الذاكره الدائمه للكمبيوتر، اماكن اللي هي اللي كان بيتم فيها الحفظ اليومي للغلال وبتنتهي يومين هي نفس اماكن الرام، نفس اماكن الاعمده هي نفس اماكن البايوس او الدوائر الموصله. بس ما كانش مسلوك بقى ايام المعبد معمول اوض بطريقه معينه، بس اتضح بقى ان المعابد نفسها وحتى الهرم نفسه مماثل لتصميمات الشبات الكهربائية، وهو جالب وباعث للطاقة، وكمان معدل لطاقة الإنسان، ويعني كان من ضمن الاستخدامات اللي بيستخدم فيها الهرم الأكبر ويستخدم فيها المعابد هي تعديل طاقة الإنسان وتدريبات معينة لطبقة كبيرة من الكهنة اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم سرقوا بقى علومهم الماسون، ان هم كان اسمهم فريم اسون او ابناء النور، وهم سرقوا المسمى ده لان الطبقه دي كانت بتسمى الطبقه العليا او الطبقه اللي هي ابناء النور. ده كان من ضمن الحاجات اللي سرق اسمهم وسرق علومهم الفريم اسون او الفري ماسون، وليس ابدا ان مصر هي منشا الماسونيه، الماسونيه قبل ذلك بكثير كما قلنا، واتسرقت علومهم وضربت اخويه الافعى في مصر بما يسمى اخويه حورس. واخويه حورس دي موجوده لغايه دلوقتي، كانت وراء كوارث كبيره جدا، وكانت من احد الاخوات اللي كانت في اتصال زي ما قلنا بمجموعه فيريل اللي هي مجموعه هتلر، وما مجموعه شيطانيه، هم دول كلهم مجموعات شيطانيه. الغريب بقى ان اول شبات اتعملت كانت مكتوبه عليها حورس انسايت،
مما يدل ان في علاقة بين التقنيات الحديثة وبين ذاكرة قديمة سرقت معالمها من الحاجات المصرية.